أنا واحد من أبناء العريش، اتولد في العريش، وأنا في الثانوية العامة كان عندي صديق وقريب الله يرحمه بيرسم صور بالفحم والقلم والرصاص، اسمه سلامة سالم، سمعت عنه؟ لا. فكنت بتفرج عليه وحبيت أرسل. كان أول لوحة أنا يمكن طلعت من عندي كان اسمها أم الشهيد، دي اللي اشتركت بيها في معرض وفاة الرئيس عبد الناصر الله يرحمه. كان شهيد متشال على يعني كتلة من الناس شايلين شهيد ومجيبه، وواحدة وراهم بتهلل بتاع، فكان اسمها أم الشهيد. سنحت لي فرصة إن أنا عندي مكان الحمد لله لا بأس به، كنت أنا عامل المكان ده كديوانية لليلة يعني هم يبقوا سمر معايا فيها وبتاع، فخدت جزء منه عملته مرسم، وبعدين قلت له طب تعمل قاعة يعني إيه المشكلة؟ فبدأ إنتاج يزيد شوية شوية، فقررت إن أعملها قاعة للفنون. من هنا بدأت فكرة القاعة، لكن المسمى للقاعة ما جاتش فكرة ساعتها يعني. وأنا بتكلم في أي حاجة كده، فقلت له القاعة دي اسمها البايكة. يعني إيه؟ قلت لهم والله البايكة خلاص. طبعًا زي بكلمهم عارفين يعني إيه البايكة. تمام. قال بس الناس مش تعرف، فقلت لهم هو ده اللي أنا عايزه. يعني الناس ما تعرفش يعني إيه البايكة، يسألني يعني إيه البايكة، أشرح له إيه هي البايكة. فإذا نعيد اسم تراثي من تاني. بدأنا يعني كونت القاعة وظبطت القاعة. بدأت أمارس بقى عملي كفنان، يعني فنان متفرغ، فنان محترف. بدأت أخش في قطاع الفنون التشكيلية في القاهرة، وبدأت من بعد كده أندمج في المعارض. أي معرض جماعي يبعتولي في الجرائد أو يجينا خبر نبدأ نشترك باسم سينا أو باسم شخصي أو حاجة زي كده. يعني أنا اشتركت في معارض كتير الحقيقة. سافرت برا، بدأت المعارض برا، قلت لك عملنا جماعة 2000 مصيف التشكيلية وعملنا بيها كذا معرض. بعد ما جيت أنا هنا بقى وبدأت أخش في نطاق قطاع الفنون التشكيلية، اشتركت في المعرض العام المحمية، محمية الزرنيك. دخلت جوه هتلاقي الملح على اليمين والشمال، وتخش شمال دغري كده بعيد هتلاقي البيت ده كان ما حدش ساكن طبعا، ده بيت مكسر قديم دلوقتي هناك خالص، بقايا من قبل 67 يعني زمان. انا صورة عجبتني عند في متحف التراث كان موجود عند الحاج كمال، في ناس كتير شافوه عرفوه بس انا ما اعرفش مين اللي في النص. الحاج سليمان ابو الفيته ده كبير عائلة ابو الفيته في منطقه الوادي الاخضر الله يرحمه، ده شخصيه في الشارع انا شفته من اللي بقول عليه. دول بنسميهم احنا طبيعة صامتة بس من البيئة. دي مدينة السلام، القدس مدينة السلام، فيها الجوامع والكنائس والحمام، حمام مفرغ بس ان هو مش حمام. دي انا في فترة من الفترات لما عملوا الانتفاضة الاولى في فلسطين انفعلت معاهم بيها وعملت مجموعة لوحات، يعني دي نظرة للقدس، ودي أم الشهيد، ودي القدس تحترق قديما. اسمها الكابوس. كابوس. يعني ده حلم انا شفته، شفت الشخصيه دي في الحلم، وصحيت بسرعه سجلتها بقلم رصاص وبعدين عملت اللوحه دي تحت الروضه، بس هنا رمزيه خالص طبعا. يعني الناس كانت عملت في ساعتها اللي ما فيش الا مكان عشان المجموعة اللي تحت دي. مجموعة دول مجموعة اللي هم الغلابة اللي في الشارع،
متولي، عارف متولي؟ وده حاجة الخليلي أظن، وده مش عارف السباحي أو ده يعني مجموعة تلاقيها في الشارع مثلا. ده كنت تصور وتدري بشوارع حفر القديمة، وبعدين هنا في قفص العيش على مستوى جمهورية مصر العربية مرة أو مرتين، واشتركت معرض جماعي لفنان سينا في أتلي القاهرة، بس أنا كان لي جناح خاص اسمه معرض استيعادي لما زي تعرف كمال اضطرار لمواضيع في القديمة كلها. سنة 2010 و 2012 عملت معرض تاني خاص في أتلي القاهرة، اشتركت في معرض دول البحر الأحمر في السويس، يعني التوتال كله بتاع شغلي يمكن ما يعدي 250. انا هقول لك سينا في كلمه واحده، سينا مرسم مفتوح.